المحافظ الذي يستيقظ من النوم 11 صباحا، ها، ويذهب لكي يستخبى يعني في فندق، شبينجر برجر ده ولا اسمه ايه، شتنجر برجر، معلش انا لما بكون متضايق من واحد معرفش انطق اسماء ولا الحاجات اللي فيها ابدا، وبيستخبى في المطعم الماليزي اما يتغدى واما يتعشى والمحافظة تدفع زي مادة نص مليون جنيه لمهرجان السينما الافريقية. يا ولاد عمركم سمعتوا عن ممثل افريقي؟ عمركم سمعتوا عن فيلم؟ السينما الافريقية ما زالت في مرحلة التكوين في رحم الام، يعني كل اللي موجود افلام مغربية، وطبعا دي افلام عربية، يعني احنا ما بنذكرش الافلام